الاطارات او البوردور او الحدود على المايكروسوفت وورد بالطريقه العاديه كما تشاهدون في الصوره فالكل يعرف كيفيه ادراجهم على مستند المايكروسوفت وورد لكن في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم واحد المجموعه تاع الحدود او مجموعه ديال الاطارات او مجموعه تاع لي بوردور اللي هما احترافيين بروفيسيونيل وغنوريكم بيان سيغ الطريقه ديال كيفاش ممكن تدرجهم او كيفاش تانسيرهم على المستند ديال المايكروسوفت وورد إذا أول مرة غتشاهد القناة لا تنسى الإعجاب بالفيديو متابعة القناة وكذلك تفعيل الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد على بركة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أول شيء قد نمشيو عند المتصفح المثبت على الحاسوب لاباغ دو غوشيغش ديالو فيها أراب بي أن جي اول رابط غيكون عندنا الفوق غادي نكليكي عنده غيتافيش عندي هذا الموقع هذا اللي هو عجيب وعجيب جدا هذا الموقع سميتو arabpng.com لا بار دو روجيرج ديالو غنكتبو فيها فريم على هذا الشكل وغنكليكي عند اوكي وبالتالي غيجيب غي ليا واحد المجموعه رائعه ديال لي بوردور يعني صراحه هذا الموقع هذا فهو كنز مجاني لان جميع هذه لي ولا هذه الاطارات او هذه الحدود فهم حاطينهم لنا هنايا بطريقه مجانيه وهاد لي بورديغ شفافين من تنقول شفافين يعني ترونسبارون يعني نقدر نتيليشارجي اي وحده فيهم ونحطها في الدوكيمون ديال ديالي ونخدم عليها ولا ندير لها التعديلات ديالها الخاصه فكي كتشوفوا معايا هنا مثلا انا غادي نمشي نختار مثلا شي وحده من هادو نختار هذا الشكل مثلا ولا هذا الاطار غادي نكليكي عنده دونك غيعاود يفتح لي هنايا واحد الفنادق واحد اخر آه نشوف معايا مثلا هنايا دونك هذه هي اللي عطاني قالب الحدود نكليكي وسط منه باش غي افيشي ليا واحد الفنادق تحت منه غنكليكي عند جو نو سوي با ان روبو ضروري تكوشيو هاد لوبسيون هادي باش تبين على انك انت انسان وماشي روبو ومن بعد كتكليكي عند تيلي شارجي هاد الاطار او هاد الحدود فتيطلع عندك على هاد الشكل هذا من بعد ما كليكيت عنده دونك من بعد شنو غنديرو غادي نرجع عند الدوكيومون ديالي اللي كنت ديجا صوبتو وغادي نخدم معاكم كيفاش ممكن دابا نأبليكيو هاد لي بوغدوغ على المستند ديالنا فعلى بركه الله عندي انا لكم هنايا خديت جوج ديال لي زيكزومبل خديت واحد لاتيستاسيون اللي انا ديجا واجده صوبتها وكتبتها وعاد غادي نشوفوا كيفاش نأبليكيو عليها هادوك لي بوردور وكذلك غنشوف معاكم كيفاش نصوبوا هاد ليكزومبل هذا اللي صوبت انا هنايا كيفاش ممكن نصوب واحد هنايا عليه. فهداك الموقع انا اختاريت منه جوج ديال لي بوردور اللي هما هادو غتشوفوهم اختاريت انا جوج ديال لي بوردور على هاد الشكل هذا فاختاريت واحد الذهبي اللي هو هذا انا كيعجبني بزاف هاد البوردور هذا ولا هاد الشكل هذا هذا اختاريت بيان سور هذا اللي ديجا تيلي آه معكم في الفيديو اللي اختارينا دابا دونك على بركه الله شنو غندير غادي نمشي ناخذ الدوكيمون اللي بغيت نابليكي عليه لهذه هذا هذا انا من الاحسن اذا من الاحسن يعني بالنسبه لو تصوبوا هاد لي بوردور من الاحسن تخدموهم في لونتيت اي بي دو من الاحسن اذا بغيت تخدمهم عادي فما كاينش مشكل ولكن انا بالنسبه ليا كنجي نخدمهم هنايا في لونتيت لونتيت لا جيت درت دوبل كليك الفوق ديالو فكيدخلني عند لونتيت او بيان سور سي يجيبني هنا عند كرياسيون والدرس ديال لونتيت او بي دو باج راني ديجا شرحته اللي ما بقاش لي مزيان يرجع للقناه ويقلب على الفيديو ديالو ولا ممكن نخلي لكم في صندوق الوصف غادي تلقاو الرابط ديالو اذا جيت عند لونتيت او بي دو باج كاين عندي هنايا ايماج غادي نكليكي عندها وغادي نمشي نختار البيرو بيان سور ونمشي عند هذاك الدوسي ديالي اللي ديجا كاين عندي فيه اللي آه فيه هذوك لي بوردور دونك هو هذا الدوسي غندير فيه دوبل كليك وغنختار شي وحده من هاد نختار اللي تيليشارجيت شارجيت معكم ندير فيها دوبل كليك كتحط عندي على هذا الشكل اين فوا كتحط البوغديو على هذا الشكل هذا فكيفاش دابا غادي نديروا ليها التنسيق ديالها اول حاجه غنبغيكم ديروا اول حاجه اين فوا تحط عندك ليماج اذا رديتو معايا البال فهداك لونتي تيولي كبير ما تقولوش راه خسر وانما عادي ليماج ملي كتحط كتجي سيليكسيوني اول حاجه غدير غتمشي عند أبيا جي تيكس. لان السيستم تيجيكم ديما عند هاد ميزون فورم ولا غتكون عندكم نتوما سميتها فورما يا اما سميتها فورما يا اما سميتها ميزون فورم على حساب اش من فيرسيون كاينه عندك غنجي عند ابي جو تيكس وغتختار فيها ديغيغ لو تيكس هذه هي الحاجه الاولى غدير ديغيغ لو تيكس كي كتشوفوا معايا هنايا فانا ممكن نبدا نخدم هنا مانويال ان نكليكي عند هذا ونجرو على هاد الشكل كي كتشوفوا معايا وتنبقى نقاد على صح؟ هاد الشكل كوم حتى نقاد هاد الجانب الاعلى من الجهه اليسرى وديك الساعه نجي عن هنايا لعند هذه النقطه هذه اللي كتشوفوا فيها وتنكليكي وتنوسع على هذا الشكل وتنبقى تنجر حتى كنوصل عند الاخر ديالو على هذا الشكل وبيان سيغ تنبقى ننقص ونزيد كيف ما كيف ما بغيت فكاين عندنا هاد الطريقه هذه وبيان سيغ حتى لتحت هي نفس الشيء يعني غنهبط لتحت عاوتاني وغنكليكي عند هذا وغادي نجرو حتى لتحت كاين عندنا هاد الطريقه او كاين عندنا طريقه اللي احسن منها تنخدم بها انا فاشنو تندير انا اول حاجه كنمشي نشوف هاد نمشي عند ميزون باج وتنجي عند الورقه نشوف شحال العبار تاع فيها عندنا الفورما ا العبار ديالها هي واحد 21 على 29 هذا هو العبار ديالو اللي ديمونسيون ديالها فانا مني تنكون واقف عند هاد ليماج وتنجي عند ميزون ميزون فورم ولا فورما نقدر نكتب هذوك لي فورم نكتبهم انا هنا في هذه البلايصه هنا ديال لاطاي اذا كتبت فيها فهو اوتوماتيكمون غادي يوسع ليا هذه هات الصوائر هذه دقه واحده وتقدروا حتى نتوما تخدموا بها بيان سيغ ودابا رجع قال لي التصويره كاين عندك فيها 16 انا هاد 16 غندير في بلاصتها 21 تنشوف ونضرب اونطري فهي توسعت 21 والفوق هو دار لي هنا 28 هاد 21 اذا بانت لكم راه ناقصه شويه نقدر نزيد فيها نبدا نكليكي عند الكليك الفليش الفوقاني يعني او ممكن نكتب هنا 22 انا غندير مثلا 21 ونص حتى نشوف راه كتشوفوا معايا كل ما كليكيت عند الفليش كل ما كتبان لكم الصوره راها كتوسع دونك مثلا ملي كليكيت عليها على هذا الشكل هذا فكتبان لكم على ان الصوره ولات في هذه الجهه اليمنيه قريبه ومن الجهه اليسريه بعيده فاما ممكن بلا سوري نحركها ولا ممكن نتحكم فيها بلي فلاش دو ديريكسيون ولا لي فلاش دو دي بلاسمون اللي كاين عندي في الكلافي راه كاين عندي واحد ربعه ديال لي فلاش واحد كيشوف فوق لتحت على اليسار على ممكن بهم هما كي كتشوفوا معايا دابا نتحكم ف في هذاك حتى نصوب بطريقه مزيانه اذا إيه هبطت شويه لتحت عاوتاني نهبط هاد البارتي لتحت ثاني ونشوفها كيفاش دايره فبانت لي مثلا خاصها واحد شويه نكليك عندها ونجرها شويه لتحت على هذا الشكل حتى نقاد مزيان هذاك التنسيق ديال هذوك لي بوردور دونك وبالتالي دابا لي بوردور ديالي جاوا مزيانين شنو بقى لي دابا بقى لي نجي عند كرياسيون ونكليكي عند فيرمي لون تيت وبالتالي لون تيت راه فيرما ولاو عندي لي بوردور ديالي عاديين هنايا فما غاديش ياثروا ليا على الكتبه ديالي غنجي نكتب انا اي حاجه هنايا مسيو بحباح مثلا فولو مي مثلا يا مثال هذا فولو مثلا وتكتب اي تكس وديك الساعه التكس راك دير لي لا سيليكسيون ديالو ديري غا كبري خدم عليه كيف ما بغيتي فهاد ليكزومبل اللي وريتكم دابا انني ابليكيت لي بوردور هما الاولين عاد جيت كتبت وصمن الدوكيمون ديالي في لاتيستاسيون غنوريكم العكس انني كتبت على لاتيستاسيون ديالي هي الاولانيه وقاديت ليها كاع لي ميزون فوق ديالها كاع كاملين وشنو بقى ليا دابا بقى ليا عليها لي بوردور كي كتشوفوا معايا لاتيستاسيون ديالي هي هذه كنت ديجا خدمت فيها في الدرس ديال بيبلي بوستاج دونك هنا لاتيستاسيون ديالي دابا موجوده ف في الاول اللي خدمت معاكم هنايا في ليكزومبل خدمت معاكم ان لي بوردور صوبتهم في لونتيت اي بي باج لكن في ليكزومبل ديال لاتيستاسيون فغنصاوبهم عاديين ما غاديش نديرهم في لونتيت غنديرهم عاديين انا وقفت هنايا توقف تقدر توقف في اي بلاصه وسط من وسط من لاتيستاسيون ما عندناش مشكل واخا ملي غادي نمشي عند انسيرسيون ايماج وغادي نحط هذوك البوردور ملي غادي نحط البوردور انا غنختار واحد البوردور واحد اخر كان ديجا عندي نختار هذا البوغديو مثلا ها هو اتيستاسيون شفتو ملي غنكليكي عنده درت فيديو دوبل كليك غيبان لكم بلا راه كلشي خسر ها آه الباراغراف ديالي كامله خسرات شفتو شنو وقع دونك الباراغراف ديالي خسرات و اوتوماتيكمون تيجي مسيليكسيوني ليا ليماج في الحاله شنو غندير فانا دائما قلت لكم اول حاجه ميزون فورم ونمشي عند ابياج دو تيكس نفتح لا ليست وغنختار ديغيير لو تيكس من اختاريت ديغيغ لو فرجع داكشي كيف ما كان رجعت لاتيستاسيون ديالي واجده شفتوها فين هي والكتبه حتى هي رجعات عاديه يعني ما بقاش مديكالي ليا هذاك الدوكيومون ديالي او ما خسرش ليه التنسيق ديالو يعني التنسيق رجع عادي فكيفاش غنتعامل مع هذا يعني هذا بشكل عادي ان ممكن كليكي عندها ونجر في هذا الاتجاه هذا حتى نقاد الجهه اليسرى هي الاولانيه على هذا الشكل كي كتشوفوا معايا وغادي نجي هنا لتحت عاوتاني في هذا الكوموند هذا اللي كتشوفوا معايا هنا نكليكي عندها ونجر حتى لعند حتى نقاد ليها التنسيق ديالها اللي بغيت على هذا الشكل فكي شفتو معايا فقبيله خدمت بهذا في ليكزومبل ولا في المثال الاول فانا خدمت بجروب جروب طاي وخدمت بهذا جوج ديال لي زوبسيون لكن دابا في هذا ليكزومبل الثاني فانا غادي نخدم بمانويال يعني عادي غنجي عند كل ولا غنجي عند الجوانب تاع هذيك الصوره ولا تاع داك البوغديغ وغادي نكليكي عنده ونجر هنا على هذا الشكل هذا فكي كتشوفو معايا دابا انا صوبت واحد لاتيستاسيون باليبوغديغ بروفيسيونيل او دي بوردور اللي هما احترافيين مئة في المئة ونقدر دابا غير نكليكي عند كونترول بي باش نامبريميها وكي كتشوفوا معايا فلاتيستاسيون ولات كتبان عندي مقاده مزيانه بالنسبه لهاد ليكزومبل ديال الذهبي فتا هو خدمت به بنفس الديكور فكانت عندي ليماج على هاد الشكل هذا وقفت عندها حتى هي وخدمت بلي ديالها اذا كاين شي ملاحظات ما تنساوش ليا لي في تعليق واذا عجبك الفيديو بيان سيغ ما تبارطاجيه لا تنسوا دعم القناه ودعم هذا المحتوى النافع ولا تنسوني انا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته